بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نختم الحديث عن أسباب النزول، وقد طال الحديث عنه، وذلك لكثرة مسائله ولأهميته، فهو من أهم موضوعات علوم القرآن. نختمه بثلاث مسائل يسيرة أوردها الشيخ مناع القطان رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن. فالمسألة الأولى التي نتناولها إن شاء الله هي تعدد النزول مع وحدة السبب، ثم تقدم نزول الآية على الحكم، ثم تعدد ما نزل في شخص واحد. هذه المسائل ليست من صلب مسائل أسباب النزول، وإنما هي مسائل متممة لهذا الموضوع، فنتناولها بالحديث في هذا اللقاء باختصار، وهي واضحة ولله الحمد، وذلك لأن الشيخ أوردها فنقرأها حتى يتم الموضوع بناء على ما في كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان رحمه الله. أما مسألة تعدد النزول مع وحدة السبب، يعني معناها أن يكون هناك سبب واحد وتنزل فيه آيات متعددة، فيقول قد يتعدد ما ينزل والسبب واحد، وهذا أمر لا إشكال فيه، يقول ولا شيء في ذلك، فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى. ثم ذكر مثالا لذلك فقال: ومثاله ما أخرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححة عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا إلى آخر الآية. فلما سألت عائشة أم سلمة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها لم تسمع شيئا في ذكر النساء فيما يتعلق بالهجرة، أنزل الله هذه الآية: فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم. فهذه في سورة آل عمران. ورد سبب آخر أو قصة أخرى، رواية أخرى، قال: وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية في سورة الأحزاب. إذن آية أخرى نزلت في نفس الشأن، في نفس السبب الذي سألته أم سلمة لماذا لا يذكر النساء مع الرجال في القرآن. وذكر رواية أخرى فقال: وأخرج الحاكم عن أم سلمة أيضا أنها قالت: تغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخرها، إلى آخر الآية. قال: فهذه الآيات الثلاث نزلت على سبب واحد. يعني الروايتان الأولى والثانية واضحة في أن الشيء واحد، الرواية الثالثة عن الغزو والقتال. وعلى كل حال فالمسألة واضحة، وهي أن السبب قد يكون واحدا، قد يسأل عن شيء واحد فتنزل آيات متعددة فيه، ولا إشكال في ذلك، لأن القرآن ينوع البيان، وأيضا ينزل البيان في فترات متتالية، فينزل مرة في شأن القضية ومرة أخرى في سورة أخرى مثلا في نفس القضية، لأنه يبينها من جانب آخر، وهكذا. فلا إشكال في هذه المسألة، وهي واضحة بحمد الله تعالى. مسألة أخرى، وهي مسألة نبه عليها بعض العلماء وقد تشكل يعني على من لا تتضح له صورة هذه المسألة، وهي أن يتقدم نزول الآية على الحكم. نحن نعلم بأن أسباب النزول عكس، يعني أن يكون هناك حاجة أو حادثة أو واقع أو سؤال فتنزل الآية بناء على هذه الحادثة والواقع أو لبيانها، لكن قد يحصل أن تنزل آية تتعلق بشيء لم يأتي بعد. طبعا هذا ليس من أسباب النزول في شيء، ولكن له نوع اتصال بسبب النزول من حيث العلاقة بين النازل والحكم. يقول الشيخ مناع القطان: يذكر الزركشي نوعا يتصل بأسباب النزول يسميه تقدم نزول الآية على الحكم، يعني أن يتقدم نزول الآية والحكم لم يأتي بعد.
قال والمثال الذي ذكره في ذلك لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرا، وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى ثم يحمل تفسيرها على أحد المعاني فيما بعد فتكون دليلا على حكم متأخر. جاء في البرهان، طبعا البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي، قال واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم، وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى. طبعا هذا على البناء على أن معنى تزكى زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وصلاة العيد. طبعا الآية تحتمل أكثر من معنى، وقد يكون معنى تزكى هنا زكى نفسه بالتوحيد والإيمان، لكن على القول بأنها زكاة الفطر قال وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى فإنه يستدل بها على زكاة الفطر. وروى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، ثم أسند مرفوعا نحوه، وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التأويل لأن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة، كيف تنزل هذه الآية ويقال بأن المراد بها زكاة الفطر مع أنه لم يفرض رمضان إلا في المدينة؟ فيقولون بأن هذه الآية نزلت وحكمها سيأتي بعد. هذا على القول بأن معنى تزكى أي أدى زكاة الفطر، وإن كان الأقرب والأشهر من معانيها هو التزكي والإيمان. على كل حال في هذا الصدد في هذه المسألة قال المؤلف وأجاب البغوي في تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد على معنى والبلد هذا حلال لك، حلال لك القتال فيه. طبعا السورة مكية ولم يحل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا البلد إلا في فتح مكة، فيقول فالسورة مكية وظهر أثر الحل يوم فتح مكة حتى قال عليه الصلاة والسلام أحلت لي ساعة من نهر. قال وكذلك نزل بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر بن الخطاب كنت لا أدري أي الجمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. طبعا المقصود بهذا هو الإخبار، الحقيقة أن المقصود بهذه الآية الإخبار عن أمر سيأتي في المستقبل، وهذا من وجوه إعجاز القرآن أنه يحدث عن شيء أو يخبر عن شيء يقع في المستقبل ويقع كما جاء في القرآن الكريم. قال فأنت ترى فيما ذكره صاحب البرهان، يقول المؤلف فأنت ترى فيما ذكره صاحب البرهان أن صيغة سبب النزول محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام. نعم، فالآية قد طبعا هذه قد يكون تفسيرا للآية وحكم يؤخذ منها. قال روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان والآيات التي ذكرها مجملة تحتمل أكثر من معنى أو جاءت بصيغة الإخبار عما يحدث في المستقبل سيهزم الجمع ويولون الدبر. أخيرا آخر مسألة في مسائل أسباب النزول هي تعدد ما نزل في شخص واحد. طبعا هذا ليس من أسباب النزول وإنما ما نزل من القرآن في شخص، في شخص واحد، أو في الحديث عن فرد من أفراد المسلمين أو شخص من الناس. قال قد يحدث لشخص واحد من الصحابة أكثر من واقعة، ويتنزل القرآن بشأن كل واقعة منها فيتعدد ما نزل بشأنه بتعدد الوقائع، ومثاله ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد في بر الوالدين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله عز وجل، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يترك الإسلام، فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والآيات الأخرى التي جاءت في بر الوالدين في سورة العنكبوت وهذه في سورة لقمان، وأيضا ورد في سورة الأحقاف كذلك آية تتعلق ببر الوالدين. والثانية أني كنت أخذت سيفا فأعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا السيف فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة أني كنت مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف، فقال لا، فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعد جائزا. طبعا ولعل الآيات التي تتعلق بالوصية نزلت في هذا الشأن. والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، أي بعظم لحي الجمل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر الذي في سورة المائدة. قال ويعتبر من هذا القبيل. طبعا هذه الآيات كلها كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكما أخرج البخاري في الأدب المفرد، طبعا في كتاب الأدب المفرد غير كتابه الصحيح فهو كتاب آخر، قال نزلت هذه الآيات فيه رضي الله تعالى عنه. يدخل في هذا
كما يقول المؤلف ويعتبر من هذا القبيل موافقات عمر رضي الله عنه، يعني الآية الكلام الذي ذكره عمر في بعض المسائل، فنزل القرآن موافقا له، فقد نزل الوحي موافقا لرأيه في عدة مرات في عدة آيات، سواء ما يتعلق بأسارى بدر أو ما يتعلق بآيات الحجاب، فإنها نزلت بعد أن قال عمر هذا الكلام فأنزل الله عز وجل القرآن موافقا له، إلى غير ذلك من الآيات التي وافق فيها الوحي رأي عمر وقول عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه. هذه مسألة تتعلق بالنازل في شخص واحد. آخر مسألة تكلم عنها المؤلف رحمه الله وقد أشرنا إليها سابقا هي الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم. طبعا هذه مسألة تتعلق بفائدة هذا المبحث تربويا وعلميا. تكلم في هذه المسألة عن قضية تربوية، وهي أن المربين يعانون في مسألة استخدام الوسائل التربوية لإثارة انتباه الطلاب حتى تتهيأ نفوسهم للدرس في شوق يستجمع قواهم العقلية ويرغبهم في الاستماع والمتابعة، والمرحلة التمهيدية من مراحل الدرس تحتاج إلى فطنة لماحة تعين المدرس على اجتذاب مشاعر الطلاب لدرسه بشتى الوسائل المناسبة، كما تحتاج إلى ممارسة طويلة تكسبه خبرة في حسن اختيار الربط بين معلوماتهم دون تعسف يكلفه شططا. قال وكما تهدف المرحلة التمهيدية في الدرس إلى إثارة انتباه الطلاب واجتذاب مشاعرهم، فإنها تهدف كذلك إلى التصور الكلي للموضوع كي يسهل على المدرس أن ينتقل بطلابه من الكلي للجزئي إلى أن يستوعب عناصر الدرس تفصيلا بعد أن تصوره طلابه جملة. ثم أشار إلى أن أسباب النزول تفيد في ذلك، فقال ومعرفة أسباب النزول هي السبيل الأفضل لتحقيق تلك الأهداف التربوية في دراسة القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا. ولا شك أن سبب النزول غالبا ما يكون قصة ففيها إثارة وتشويق، ثم إنه يبين المعنى وقد أشرنا إلى ذلك في فوائد أسباب النزول. وبهذا ينتهي الحديث عن أسباب النزول الذي أخذ منا عدة دروس وعدة وقفات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قلناه صوابا وحقا، وما كان فيه من خطأ فنستغفر الله عز وجل منه، ونسأل الله أن يوفقنا دائما للسداد وللرجوع إلى الحق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.